طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني. في 2018 يا جمانة كان في برنامج تم إطلاقه اسمه اتنين كفاية. ده الهدف منه إيه؟ الهدف منه الحد من الزيادة السكانية أو ضبط النمو السكاني بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن. خلال الخمس سنوات اللي فاتوا نظم هذا البرنامج أكثر من 9 مليون زيارة منزلية. احنا معانا دلوقتي الأستاذ أحمد يونس، منسق عام مشروع اتنين كفاية، عشان نعرف منه تفاصيل أكثر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. يا أهلا بيك. وصلنا لقد إيه دلوقتي يا فندم؟ يعني وصلنا لإيه حتى الآن في هذا المشروع؟ أقدم حضرتك نبذة كده عن المشروع من بدايته. إحنا المشروع بدأ من 2018، كان طبعا بتوجيهات من القيادة السياسية إن إحنا لازم نبقى في برنامج متكامل للحد من الزيادة السكانية. اشتغلنا على تقريبا حوالي 1 مليون أسرة مستفيدة من برنامج نكافو، اللي هو برنامج الدعم النقد المشروط اللي بتقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين الأكثر فقرا في محافظات الصعيد والوجه البحري. لما عملنا دراسة لقينا ان احنا هنشتغل في 10 محافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب، وكمان الأكثر فقرا واللي احنا بندعمها دعم النقد المشروط هي محافظة البحيرة وجه بحري، و9 محافظات وجه إبدي بداية من الجيزة حتى محافظة أسوان في جنوب الصعيد، زائد اللي انضم كمان لينا بتوجيهات من القيادة السياسية اللي احنا نشتغل في المناطق الأمينة أو البديلة للعشوائيات من ضمنها حي الأسمرات. عملنا كام زيارة في محور التوعية أو الزيارات المنزلية، وصلنا لتقريبا حوالي 9,300,000 زيارة تردد على المستفيدين بتوعنا عشان نوعيهم بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة ما بين الولادات، وكمان ان كل اسره لازم تطمن على نفسها او كل سيده محتاجه انها تطمن على نفسها، بنحولها على الوحدات الصحيه اللي تابعه لوزاره الصحه والسكان او العيادات التابعه للجامعات الاهليه اللي تابعه لمشروع اتنين كفايه. طيب استاذ احمد، يعني واحنا بنتكلم عن تنظيم الاسره بشكل عام اكيد في بحث ميداني قمتوا بيه، وحضرتك قلت انه في 10 محافظات هي المحافظات الاعلى من حيث ارتفاع نسب الانجاب. هل وصلتوا لعامل مشترك بين هذه المحافظات؟ يعني مهم ان احنا نعرف السبب او ايه العامل المشترك، السبب اللي بيسبب كمان زياده في معدل الانجاب في هذه المحافظات تحديدا. هل وصلتوا لهذا العامل المشترك؟ طبعا احنا اصلا قبل ما نبدا العمل المشروع في 2018 درسنا المجتمعات اللي احنا هننزل نشتغل فيها ونأثر فيها ونوعيها باهميه تنظيم الاسره والمباعده ما بين الولادات. ده تم ازاي؟ تم من خلال النزول الميداني والبحث الميداني زي ما حضرتك اشرتي، بحيث ان احنا نعرف ايه اكثر الاسباب اللي بتخلي هذه الاسر تزود من عدد اطفالها. لقيتوا ايه بقى؟ لقينا ان السبب والله ممكن يبقى اسباب مجتمعيه، ممكن يبقى أسباب دينية، ممكن تبقى أسباب صحية، وهي القضية السكانية منشقة أو مقسمة على هذه المحاور، محاور مجتمعية ومحاور صحية ومحاور دينية. لأن المحور المجتمعي في الجانب بتاع الصعيد مؤثر جدا، بحيث أن الأسر معتقدة أن العزوة العدد وأن الولد سند، ده جزء كبير معتقد دوت، زائد ان بعض الاسر بتزود من عدد اطفالها عشان تدر عليها دخل وتساعدها في دخلها من اثناء عمل هذه الاطفال داخل هذه المجتمعات. لقينا ان بعض الاسر الثانيه المعتقد الديني هو اللي فارق معاها، شايفين ان لا يعني الولد انه في حرمانيه، في شبهه حرمانيه في فكره تنظيم الاسره، ده سبب الدين بيدعو ايه. كمان لقينا ان بعض الاسر ثانيه معتقده بعض المعتقدات او الشائعات المغلوطه الصحيه، زي برضو بعض المعتقدات او الشائعات المغلوطه الدينيه. فحاولنا نعرف ايه اكثر هذه الاسباب في كل مجتمع، بحيث ان احنا كمان اثناء الزياره المنزليه للرائده المجتمعيه تعرف مين هو الشخص المؤثر داخل هذه الاسره وايه سبب اعتقاده هذا الاعتقاد، وتحاول تشتغل معاه من خلال التواصل من خلال الزياره المنزليه اللي هي تغير هذا المعتقد او هذه الشائعه المغلوطه كل اسره على حده. وكمان كنا بنشتغل عن طريق التوعيه، عن طريق الندوات،
ندوات التوعويه بيحاضر فيها واعظ ديني سواء هو شيخ او قس، بيحاضر فيها طبيبه معانا عن تنظيم الاسره والصحه الانجابيه، كمان بيحاضر معانا فيها مدير المشروع بتاع اتنين كفايه داخل هذا المجتمع من خلال الجمعيه الاهليه، عشان نقدر نغطي القضيه من جميع جوانبها ونحاول نوعي الاسر بشكل صحيح ونصحح المفاهيم المغلوطه اللي عندهم. عظيم، ده جميل جدا استاذ احمد ان يكون فريق العمل اللي معاك او اللي بيشتغل معاك او اللي انتم بتعتمدوا عليهم في هذه الزيارات وهذه الندوات بيشمل كافه الجوانب، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان في بعض المجتمعات بيكون العامل مؤثر طبي، في بعض المجتمعات وبعض القرى او بعض المحافظات ممكن يكون العامل مؤثر ديني، ممكن يكون ثقافي، ممكن يكون اجتماعي، فجميل ان يكون عندنا متخصصين في كل مجال من هذه المجالات عشان يقدر يوصل للناس ويقدر يفهمهم ويقدر يفهمهم كمان خطوره اللي هم بيعملوه ده. طيب هل بيكون في متابعات لهذه الزيارات؟ يعني احنا قلنا ان احنا وصلوا عدد الزيارات او تجاوزوا 9 مليون زياره، هل بنتابع هذه الزيارات مره ثانيه او تابع هذه الاسر مره ثانيه؟ طبعا، يعني ال 9 مليون زياره اللي حضرتك اشرت ليهم استاذ شاذلي هي زيارات متكرره للاسر، لان مساله تنظيم الاسره او قضيه تنظيم الاسره قضيه محتاجه ان احنا نتابعها بشكل مستمر. صح، محتاجه ان احنا ننزل للاسره او للسيده نعرف ايه اسباب ان هي بتخلف كتير او ان هي ما بتستخدمش وسيله تنظيم اسره، زائد كمان ان احنا بنوعيها ان هي تتردد على الوحدات الصحيه اللي تبع وزاره الصحه والسكان او عيادات اتنين كفايه تبع الجامعات الاهليه. احنا في جزء مهم جدا حابب اشير اليه واحنا بنتكلم، ان احنا الذراع اللي بتحرك بوزاره التضامن الاجتماعي هي الجامعات الاهليه ومنظمات المجتمع المدني. داخل هذه المجتمعات احنا معانا 108 جمعيه اهليه ومؤسسه اهليه شريكه معانا في المشروع داخل هذه العشر محافظات، ومن خلال المتطوعات طبيعه مشاركه الجمعيات الاهليه ايه يا فندم؟ بنقدر نتحرك وننزل نعمل الزيارات المنزليه بعد تدريبهم طبعا على برنامج تدريب مكثف. طب استاذ احمد، حضرتك يعني ذكرت انه خلال 5 سنين اللي فاتوا كان في حوالي 9 مليون زياره منزليه، خلال هذه الزيارات يا فندم وخلال هذه السنوات ردود الافعال عامله ازاي؟ التفاعل عامل ازاي؟ ايه هي الطرق اللي انتوا بتحاولوا ان انتوا يعني توصلوا بيها للمواطنين الاسر؟ ازاي هل مجرد ندوات تثقيفيه او حملات توعويه، ولا في اطار اخر واطار تمكين السيدات او تمكين الاسر اقتصاديا مثلا؟ احب اوضح لحضرتك استاذ جمانة وللساده المشاهدين ان احنا كان تدخلنا من اكثر من طريقه، يعني بالنسبه للزيارات المنزليه دي طريقه بنحاول نوصل بها للاسر، ودي طريقه مباشره عشان نعرف مين الشخص المؤثر ونحاول نوعيه ونصحح المفاهيم المغلوطه عنه. كمان بنحاول نوصل لهم عن طريق الندوات التثقيفيه والتوعويه زي ما حضرتك اشرتي، اللي بالنسبه للشخص المؤثر داخل الاسره وما بيحضرش الزياره المنزليه، فبندعو الرجل او الحما او السلفه الشخص المؤثر داخل هذه الاسره ان هو يحضر الندوه بحيث ان احنا نصحح المفاهيم المغلوطه عنه. كمان كنا بنتدخل عن طريق الحملات الاعلاميه الكبيره زي حمله ابو شنب واللي كان بيساعدنا فيها الفنان اكرم حسني، بحيث ان احنا نوضح للاسر من خلال هذه الحملات ان العزوه مش في العدد الكبير، بالعكس ان العدد الصغير للاسره او الاسره الصغيره هتعرفوا تهتموا بيهم اكتر. كمان بالنسبه للدخل الاقتصادي او الدخل المادي للاسره هيقدر يغطي هذه عدد الاطفال، كمان هنقدر نعلمهم كويس، هنقدر ناخد بالنا منهم بشكل كويس، نقدر نربيهم بشكل كويس. عظيم، كمان ذكرت نقطة مهمة جدا استاذ احمد، مختلف بقى شوية. اتفضل. هو عن طريق مسرح الشارع. احنا كنا بننزل للقرى والمراكز معانا فريق مسرحي بيعمل سكتش مسرحي بيلتف حوالين منه الاطفال والامهات والرجالة اللي موجودة داخل هذه المجتمعات، وفي الاخر بنوصل او بنوصل رساله مهمه جدا، ان حاجه مهمه ان كل ما كان عدد الاطفال او الاسره عددها صغير هنعرف نربيهم بشكل كويس، كل ما كانوا هيفيدوا مجتمعهم كمان بشكل كويس، كمان هنقدر نحتويهم
وكمان نصرف عليهم طبعا بشكل كويس. بكل تاكيد حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا يا استاذ احمد دلوقتي، وما يؤكد ان هذه المبادره متصله بالفعل بالواقع، انه اوقات كتيره بيكون الضغط من الاهل مش من الزوج او الزوجه ان هم يخلفوا اكتر من مره، بيكون في ضغط من الاهل كمان. الو ايوه استاذ احمد. ايوه يا فندم. كان حضرتك في اخر جزء كنت بقول لحضرتك ان في كلامك دلوقتي بتقول ان احنا متواصلين مع كل اطراف الاسره، يعني اوقات ما بيكونش الزوج او الزوجه هم اللي عايزين يخلفوا او يزودوا عدد اطفالهم، لا بيكون في ضغط من الاهل من المحيطين كمان. طبعا احنا بنحاول نوصل للاسره بجميع افرادها. حضرتك ذكرت دلوقتي قلت الحما مثلا، احنا كمان مش بنشتغل على الزوج والزوجه فقط لا غير، لا يعني المجتمعات الريفيه والمجتمعات في الصعيد بيبقى الاسره عايشه في بيت اسمه بيت عيله. مفهوم. بيت العيله بيبقى فيه الاخوات وفي السلفه في كمان الحما موجوده، بيتسابقوا بنحاول كمان نوصل في عدد للشخص الاطفال. المؤثر ونشتغل معاه لان هو بيبقى سبب في هذه الزيادة طيب عدد استاذ احمد الأطفال اخيرا داخل هذه وسريعا الأسرة. جدا عشان بس معلش اعذرني لضيق الوقت، خلال 5 سنين دول في اي يعني مؤشر لاستجابه هل واضح عند حضراتكم؟ طبعا طبعا يا نسبه قد ايه سريعا بالنسبه جدا لاخر ارجوك. مسح صحي سكاني كان في 2014 كان معدل عدد الاطفال بتوسط لكل اسره 3 اطفال ونص، يعني بنتكلم 35 طفل كل 10 اسر. احنا اخر مسح صحي سكاني طلع في 2021 وظهر معانا في شهر 9 الماضي في 2022 كان معدل الاطفال معدل الانجاب يعني وصل ل 2.8 لكل اسره، هنتكلم في 28 طفل كل اسره. احنا بنستهدف ان احنا نوصل في 2030 2.4 طفل لكل اسره، بحيث ان احنا نبقى كل 10 اسر عندها 24 طفل، ودي معدلات عالميه ان شاء الله نوصل لها ان شاء الله من خلال البرامج المتكامله، لان احنا في تنسيق ما بيننا في تكامل ما بيننا وما بين وزاره الصحه والسكان، وما بيننا وما بين منظمات العمل المجتمعي او المدني زي صندوق الامم المتحده للسكان، منظمات دوليه، لان احنا بنشتغل على القضيه من جميع جوانبها زي ما اشرت لحضرتك. عظيم جدا. والتكامل كمان ان احنا بنتوسع في الخدمات بتاعتنا، احنا عندنا 65 عياده ان شاء الله من خلال المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه يبقى عندنا 400 عياده تابعه للمشروع ان شاء الله يا فندم، وكمان بالشراكه مع الجمعيات الاهليه والمؤسسات المجتمع المدني. كل التوفيق لحضرتك طبعا يا استاذ احمد، وبنشكرك شكرا جزيلا. استاذ احمد يونس منسق عام مشروع 2 كفايه، شكرا جزيلا يا فندم.